مرحبا، اليوم كنقدموا لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. اقدمت استاذه 50 على الانتحار يوم امس الاحد داخل الشقه ديالها بشارع بوزيان بحيث ديال عثمان بالدار البيضاء. مصادر شوف تيفي اكدت على ان الاستاذه كتعاني في الاونه الاخيره من ازمه نفسيه حاده، كما ان مشاكل اسريه هي السبب في انتحارها. الأستاذة كانت على خلاف مع الأم ديالها وخوتها من بعد ما باعت نصيبها في الإرث، الشيء اللي رفضته عائلتها. نسمعوا لتصريحات الأقارب وجيران الأستاذة. هادي مرت خويا انتحرت با عنق حبل وانتحرت، درتو على البلاكار على المريو وانا ربي كيعلم بها. هذا مريضة عندها مرض نفساني وتقي معاها قولي في هاد السي مول الاخر اكتئاب 2005 اكتئاب حاد عندها، وهذاك الشيء عائلي بيناتهم، حنا ما حنا بعاد منها نقول لك ما عرفناش. لا راه عندها ادويه، راه اخر مره شربت مجموعه ديال الفانيد بغات تنتحر. عندها واحد ولد متبني ما كتولش معاه سبعة المهم كانوا سعداء معنا الكلمه، ما كان مرتاحين الى اقصى درجه. واش اللي وقع العلم ولله حتى شتات هاد الضرر؟ لا هذه المره الثانيه، هذه الاولى ما نجحتش لي، والثانيه هي ديال رجال السلام وقع فيها هذا الشيء. الفانيد كانت في احضان راسها وشربته كامل، ودا عند الدكتور ما قال لي باش يديها للسبيطار باش تتعالج، ما بغاتش تمشي حيت مع التعليم قالت لي لا ماشي غيديروا لها اوراق طبي بما راه مريضه في راسها وغادي تعالجت في التعليم. ما لا ما كانش حاضر ليها، تاجا الدري ولدو كيغوت عليها بابا ماما ما بغاتش تحل لينا، وجا كيجري تلقاو الامور. كانت تقري ولدي ما عمر زعما شت النيار عصبي فيها ولا واحد السيده مهدنا، انا بعدا شي نعترف به حتى نشوفها. قريت عندها ولدي في التحضيري زعما ما نقولش واحد السيده الله عمرها من قالوا لي انا راه ماتت، وهذاك الشيء انا تفاجات فيها. ما سمعت اخبار، انا سمعت خديجه بلا ماتت، جيت نعزي حيت كانت تقري ولدي ما عندي حتى شي مشكل. هادشي اللي تنعترف به انا تتقري ولدي ما عندي حتى شي مشكل في هادشي. السيده زعما ظريفه الله عمرها دار. المهم انا هادشي اللي في بالي مثلا ما عارفه عليها والو، عارفه عليها الا استاذه. وبالقرحه ديالها انا باش جيت نعزي وانا بحال الناس ونقول سمعت عليها انا شي اخبار، ما سمعت والو. كنت بخير، انا ما كنعيش معهم، جيت نشوف دابا اللي تسمع، ولكن انا كنشوفها شحال هذه بخير وعلى خير. بخير وعلى مرة طيبة واستاذة كتقري كل شيء. 2005 هذاك الشيء اللي شدها شد العلم به الى الله. كمراز ما كاينة عادي، ما كتبانش عليها شي حاجة ولا شي حاجة، من حكم الجوع راه سكنت معنا شي خمس شهور هكا ولا ست شهور، كنتلاقاو معاها في الاسانسور وصافي، تلاقاو معاها بحال هكا السلام صافي مسكينة. مؤخرا شدت تقارة ما كتبان عليها حتى شي حاله زعما كاينه ديال بان غادي توصل حتى لهاد الدرجه. حنا تفاجئنا البارح نيت فاش سمعنا الخبر تهبطنا، تفاجئنا تلقيناها قالوا لك راه ساكنين معكم في البروميان في الطاج الاول، راه انتحرت، راه قجات راسها، هادشي اللي كاين. اختي قالوا كنا سمعنا شي غوات ولكن ما عرفناش شنو هو السبب ديال هاد الغوات. هاكاك مسكينه بحال الهيستيريا، بحال الغوات ديال الهيستيريا زعما كاينه، هادشي اللي كاين. والله يرحمها مسكينه. ما زعما كاينه ما كتبان عليها حتى شي حاله ديال بان غادي توصلت لهاد الدرجه باش تنتحر وتقج راسها. ما كاين حتى واحد يعني كان عندها شي اكتئاب كتعاني منه، حنا ما عارفينش هادشي اللي كاين. والله يرحمها مسكينه، الله يرحمها. خبر اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.